بحضور سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير الإعلام، أقامت وزارة شؤون الإعلام الغبقة الرمضانية السنوية لموظفيها في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان وسط أجواء بحرينية تراثية مميزة تعكس موروثنا الشعبي وعادات وتقاليد المجتمع البحريني الأصيل. وخلال الغبقة قام سعادة وزير الإعلام بتكريم الموظفين المتميزين والبرامج والأعمال الإذاعية والتلفزيونية والإخبارية الفائزة كأفضل برامج وأعمال للعام 2021، وذلك تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم في تطوير العمل الإعلامي. وأكد سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير الإعلام حرص الوزارة على إقامة مثل هذه الفعاليات الاجتماعية لزيادة الترابط وتعزيز روح الأسرة الواحدة بين كافة موظفي الوزارة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. في جو بهيج زادت من رونقه الوجوه المهنئة لبعضها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وضمن إطار الأسرة الإعلامية الواحدة التي اجتمعت تحت سماء قرية تراثية ملئت أجواؤها بألحان التراث البحريني الأصيل وأغاني الفنون الشعبية القديمة، ومن بعد غياب سنتين بتمامها وكمالها بسبب جائحة كورونا، أطلت فعاليات الغبقة الرمضانية التي حرصت وزارة شؤون الإعلام على تنظيمها ودعوة موظفيها ممن كانوا على موعد مع التكريم والثناء على ما قدموه من أعمال تلفزيونية وإذاعية وإخبارية متميزة وجدت صداها عند جمهور المتابعين لها. كلمة جاءت على لسان سعادة وزير شؤون الإعلام علي الرماحي الذي بيّن فيها ما تم إنجازه في الفترة الماضية، إضافة إلى ذكر مجمل التحديات التي تجاوزتها الوزارة خلال ما فات من أيام كان الوباء سببا في حدوثها. قبل سنتين كنا حريصين على افتتاح هذه القرية، جاءت في توقيت ما كان في صالحنا مع بداية الجائحة، استطعنا أن احنا نقدمها من خلال شاشة التلفزيون لفترة أكثر من سنتين، وقبل 3 أو 4 شهور أتحنا الفرصة لجميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض لمشاهدة هذه القرية، وكان عدد الحضور يتجاوز 80,000 شخص حضروا وشافوا هذا المشروع اللي احنا الحقيقة نفتخر فيه، لأنه هو جزء من هدف احنا جميعنا نسعى له، وهو تعزيز هويتنا الوطنية اللي احنا نحافظ عليها. ما يميز اليوم الإعلام البحريني بأنه أصبح مطرب مثل في تقديم رسائل إعلامية على مستوى جدا راقي. كلكم تتابعون خلال اليومين اللي فاتوا كم التفاعل الكبير في الخليج العربي وفي الوطن العربي لعدد مشاهدات برنامج كفو، أصبحت عدد مشاهداته بالملايين. جميع ولله الحمد التعليقات كانت إيجابية وتفاخر بأن هذا الإعلام يحمل رسائل يجب أن يتحملها الإعلام العربي اللي للأسف الشديد كلكم تشوفونه أصبح يعني في الكثير من
الطرح اللي أعتقد ما يناسبنا إحنا، ما يناسب عاداتنا وتقاليدنا، ما يناسب عقيدتنا. فلذلك هذا تحدي كبير، عملية التنافس من خلال تقديم صورة مغايرة لما هو موجود في إعلامنا العربي تحتاج كثير من التعاون والتكاتف. أولاً وأخيراً أنا دائماً أكرر كلمة شكراً. ثقافة الشكر أنا شخصياً أستمدها من السيدي صاحب الجلالة الملك المفدى، اللي دائماً يحملني مسؤولية نقل تحياته وشكره لكم. في إقامة هذه السهرة الرمضانية رغبة كبيرة من قبل وزارة شؤون الإعلام على الالتزام بتنظيم هذا اللقاء السنوي خلال شهر رمضان المبارك، وبطريقة مبتكرة تزيد من لغة التواصل المؤسسي والاجتماعي بين الموظف والمسؤول. لحظات جميلة عاشتها الكوادر العاملة في مختلف أقسام ودوائر وزارة شؤون الإعلام التي ثمنت هذه اللفتة، والتي ستزيد من وحدة الصف وتغذي روح الإنجاز والانتماء لديها تجاه مؤسسة حكومية تمثل الإعلام الرسمية بأبهى صوره وبأفضل المعايير المهنية التي تتبعها. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.